يا باتريسيا قومي قومي، ما ضل معنا وقت. وين بدي قوم؟ لك قومي. طولي بالك، شو وراكي؟ عدي قومي، ما ضل معنا وقت نص ساعة بس عشان بدنا نوصل. لك هلا بنوصل، ليك الطريق قدامنا. شبكي ايه علينا؟ شو باردة؟ قومي خلصينا. انت ليه بتضلي تعصبي وتنفعلي؟ مو منيح مشانك، بصير معك ضغط وسكري. هدي وروقي. مين بيستفزك اكثر، العصبي ولا البارد؟ البارد كثير. شو بالبارد؟ بيستفزني انه ليش بارد؟ ليه بارد؟ لانه بارد طبيعه. اذا طلع لك حدا بارد كيف تتعامل معه؟ بيدبحني كثير كثير. طب بيستفزك؟ طبعا، يعني بارد بارد اقرب للايه. اذا طلع لك حدا عصبي كيف تتعامل معه؟ والله يعني بدك تحاولي تمتصيه شوي شوي. ايه حاسك معصب؟ لا بالعكس والله رواق. ان شاء الله رواق. طيب بتفضل تتعامل مع الاشخاص العصبيين ولا الباردين؟ لا العصبي احسن من البارد احيانا. بيستفزك الشخص البارد؟ ايه كتير، لانه يكون هادي هيك وكتير يعني ما فيك دات تحكي معه ولا تفهمي وتاخذي معه شيء نهائي. على حسب الموقف، بس بمتص كتير، بس لما بوصل لمرحله ما عاد قادر استوعب، ممكن شغله صغيره بتلاقي الواحد بيطلع مثل ما بيقول الاول والاخر. ممكن امتص غضبه. كيف؟ بالبرود اللي انا عندي او بالشيء الموجود عندي. بشكل عام عصبي شوي. عصبي شوي مو كتير. لا البارد احسن. بارد احسن مو انت بارده العصبيه؟ بارده. هلا بشكل عام هادي، بس وقت يعني فجاه بتطلع التعصبه كلها مره واحده. طب بتفضل تتعامل مع الاشخاص العصبيين ولا الباردين؟ لا العصبيين. انت ليه عصبتي؟ ما بعرف. بتعرفي ان اغلب الجلطات سببها العصبيه والانفعال، فانا بالي عليك يا هبه، خليكي رواق وريلاكس. لك فانيه والله ما في شيء مستاهل فانيه. حبيبتي انتوا الباردين كثير مستفزين، يعني برودكم بيعمل استفزاز للشخص اللي مقابلكم. مو معقوله. شو بارده؟ انا بارده كثير بارده. نحن صحيح مستفزين، بس هذا الشيء بيخليكي تكوني انت اكثر دبلوماسيه، خاصه لما يكون في اجتماع مأزأز هيك ولا هيك. مأزأز قلتيلي. تعرفي حبيبتي انه الواحد لما بده يتعاطى مع بني ادم بارد مثلك بيكون باله كثير طويل. انت بتعرفي انه الشخص العصبي هو شخص اكثر طيبه منكم انتم الباردين؟ يعني مثلا بيعصب شغله خمس دقائق وبيرجع اروق واهدى من الاول، اما انتم الباردين هدوء ما قبل العاصفه. هدوء ما قبل العاصفه. ايه. نحن ممكن نكون مستفزين بس حركاتنا مدروسه. مدروسه قلتيلي. طبعا انتم اما انتم العصبيين يا لطيف بركان وثار. انتوا لانكم مستفزين، لانه انتوا الباردين كثير مستفزين. حبيبتي في فرق بين البروده واللامبالاه. اللامبالاه وقت يبطل فارق معك شيء واخر شيء وكل شيء اخر همك، بس البرود اما انت بتكوني مهدايه واعصابك رواق وريلاكس. حاج تعطيني مواعظ وحكم، بدك تروحي معي على الموعد ولا لا؟ كان بدي اروح بس بعد هلا بطلت روح. روحي لحالك وانا ماشي من هون. ايه تصطفلي بروح لحالي. سلام.